اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أمطار خير الآن في غزة، وهذا المنخفض القطبي الذي يجتاح فلسطين خاصة قطاع غزة الحبيب. اللهم حوالينا ولا علينا. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. احنا بنسمع امام حضراتنا هذا صوت الرعد والبرق صباح يوم الاثنين، مباشر من غزة. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، متنسوناش تلقى تعليق اسفل الفيديو والاشتراك بالقناة. نترككم اعزائي المشاهدين متابعين مع هذه اللحظات من فجر يوم الاثنين الموافق 26/12/2022. من 2/26 ديسمبر. كل عام وأنتم بخير. دعوات لنا في غزة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. أفضل دعاء عند نزول المطر، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الرجاء الإخوة المتابعين اللي بتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس واختيار الكل ليصلكم كل ما هو جديد. انترك تعليق أسفل الفيديو، ما تنسوناش في اللايك، اللايك الإعجاب هو اللي بيرفع من لينك القناة. سبحان الله، يعني أول ما صورت الفيديو كان الدنيا بتبرق، الجوال على طول اتصل مني مش عارف ليه. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم ودعواتكم.